يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سافرت مع زملائي ومكثنا في المدينة التي سافرنا إليها أقل من 3 أيام، فكان زملائي يجمعون ويقصرون الصلوات في مكان إقامتنا داخل السكن، أما أنا فكنت أصلي الصلوات في المسجد دون جمع، فعابوا علي هذا العمل لأني لم آخذ بالرخصة التي يحبها الله، وقلت إنني أعمل بالأفضل، فهل الأفضل هو عملي أم عملهم؟ أنت المصيب وهم مخطئون، والعمل بالرخصة أن تذهب إلى المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب أو فلم يأته لا صلاة له إلا من عذر، هذا يعم المسافرين وغيرهم، يسمعون النداء وهم نازلين من جنب المسجد ولا يذهبون للمسجد يصلون، هذا خطأ. نعم، وله بهذا رخصة، هذا ترك للواجب. نعم.